نحن اليوم في جولة لرصد تداعيات النزوح والتدفق المستمر للنازحين من بقية قرى مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وأيضا المهجرين من مخيمات النزوح التي قصفتها الميليشيا الحوثية، وتحديدا في مخيمات ذنة والروضة. إذن الميليشيا الحوثية هجرت عشرات الآلاف من النازحين من هذه المخيمات وأيضا من القرى في مديرية الجوبة. كما نلاحظ هذا التجمع للنزوح فقط 4 أيام، وقد ارتص هؤلاء النازحون في الصحراء الواقعة بمديرية الوادي. تقول الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن ما بين 15,000 إلى 18,000 أسرة قد وصلت إلى هذا المكان. بالنسبة للنازحين الجدد هذولا لم تصلهم أي مساعدة منذ 4 أيام. جينا ورفعنا وتواصلنا مع منظمات، مع الوحدة التنفيذية. الوحدة التنفيذية هي صح لها تنسيق، لكن المنظمات ماشي في الوقت الحاضر ماشي حالة طارئة، ولا يصلهم أي دعم إلى الآن إلا دعم من مركز الملك سلمان حفظه الله، والباقي من أدواتهم التي كانت في قبل النزوح. لا زالت أدواتهم مرمية ولا معهم شيء، إلا من معه من قبل أو مكانه أو بيته جاب شيله. أما المنظمات إلى حد الآن لم تدخل في أي مساعدة للنازحين. إلى الصحراء التجأ هؤلاء النازحون في محافظة مأرب بعد أن فقدوا كل شيء، هربوا من تجمعات النزوح التي كانوا يقيمون فيها جنوب محافظة مأرب. خرجوا أيضا من قرى مديرية الجوبة في جنوب محافظة مأرب. الصورة توضح أن الأدوات لهذه الأسر ما تزال مرمية، بعضهم استطاع أن يحمل الخيام الذين كانوا عليها في تجمعات النزوح، والبعض الآخر لم يجد شيء. وأيضا النازحون على امتداد الخط العام الدولي الرابط ما بين محافظة مأرب ومحافظة حضرموت لا توجد أي تجمعات نزوح، وحتى هذا المكان الذي لجأ إليه النازحون لجأوا إليه بشكل فردي، ولم تقم أي منظمة دولية أو أي منظمة محلية بتحديد هذا المكان للنازحين للإقامة فيه أو تقديم المساعدات إليه. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من مديرية الوادي مأرب.